وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في برنامجكم ملفات شائكه طبعا احنا نعتذر جدا على التاخير بسبب بسبب ظروف فنيه ودلوقتي كان موضوع الحلقه اساسا بالنسبه النهارده عن موضوع المال السياسي في الشارع وطبعا كان معانا ضيفنا استاذ عمرو السناري بحيث ان احنا هنتكلم النهارده عن المال السياسي في الشارع بالنسبه احنا عايزين نفهم المواطن يعني ايه المال السياسي في الشارع يعني مثلا سي ايه عضو مجلس شعب لما يجي يدفع مثلا سي فلوس لحد سواء مثلا 100 جنيه او 50 جنيه باي حق هيطلب منه بعد كده هو خدمه بعد ما خد اساسا 50 جنيه و100 جنيه وسوري انا اسف كلام فارغ والمرشح كمان صرف له حوالي مثلا 5 مليون 10 مليون طب ما. ايه سر ان المرشح يطلب مثلا زي 5 مليون 10 مليون يصرفهم وبعد كده هو ياخد الكرسي اساسا والكرسي كده كده ده المفروض كرسي اصلا كرسي خدمي المفروض يخدم الناس فاستاذ عمرو انت ايه رايك في الموضوع اولا السلام عليكم صباح الخير هو الموضوع كله بربطه يا فندم ان احنا بنحارب الموضوع ده بقالنا اكتر من 20 سنه وعشان كده احنا تحولنا ان احنا ننزل الانتخابات عن دائره الخليفه والمقطم وطبعا الموضوع كله برباته الموضوع كله برباته طبعا المواطن ما عندوش وعي ان احنا ازاي ان هو ياخد 100 جنيه وبعد كده ما يلاقيش عضو مجلس الشعب بتاعه وعضو مجلس الشعب ساعتك هو النهارده بيدفع من 10 ل 20 ل 30 مليون اكيد في مصالح شخصيه بتدي ان هو يدفع المبالغ دي كلها عشان خاطر يسجل وينزل واكيد لولا ان مفيش مصالح شخصيه لولا ان هو ما يقدرش يدفع المبالغ دي كلها او ان هو هيجمع الفلوس دي ازاي؟ هو للاسف هو طبعا الحلقه كانت محتاجينها كامله لان طبعا لولا الظروف الفنيه دي كنا قدرنا ان احنا نعمل حلقه كويسه والموضوع اصلا كبير وكان المفروض اصلا ان احنا كنا طلعنا قبل كده بحيث بس لولا الظروف الفنيه اللي حصلت فطبعا هنضطر نختم الحلقه معلش. ونشكر طبعا حضراتكم وان شاء الله نكمل الحديث الحلقة الجاية باذن الله